السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة انبوكسنج. بما انكم بتحبوا فيديوهات الانبوكسنج فانا حبيت اوريكم مجموعة من مشترياتي في جوميا، فاتمنى انها تعجبكم. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، ويلا بينا نبدأ الفيديو. هاخد اول كيس. هو انا عارفة ايه المشتريات طبعا، بس مش عارفة ايه اللي جوه الكيس، فانا هحاول اعرف الاول. بسبب ان انا بمشي كتير وبتحرك وكده واحنا بقف كتير، فجبت لنفسي سيليكون جل من اللي بيتحط جوه الشوفات. انا هفتحها دلوقتي ونشوفها من جوه عامله ازاي. اسمها اكتف جل، هقولكم سعرها. دي كانت 69 جنيه، وكان عليها ديسكاونت 13 جنيه، والشيبينج يعني هو الشيبينج متوزع على الكل، يعني تقريبا دي بقت ب 55 جنيه. هي بتيجي مقاسات، مش مقاسات يعني، بتيجي من ستاندرد من بداية مقاس لحد مقاس من 38 لحد 40. الكبورة هنا اهو، انتوا بتقصوا الزيادات، واحيانا لو هي مقاسكم خلاص ما بتقصوش. فدي اول حاجة. تاني حاجة اخيرا جبت مايك كويس عشان اعرف اسجل بيه، لان انا مؤخرا كنت بسجل بالهيدفون بتاع سامسونج، صوتها كان حلو وكنت مرتاحه جدا، فقلت اما اجيب مايك يمكن يسهل عليا الموضوع اكتر. ف يا رب يطلع كويس وما احسش ان انا ندمت ان انا جبت مايك. اوكي، هو مايك صيني بس اتمنى ان هو يكون كويس. المايك ده ب 50 جنيه، مربي يطلع كويس بس ما اضطرش ان انا ارجعه. بعد كده المكنه اللي كل الناس شكرت فيها، اللي هي 5-in-1 بيوتي كير. كالعاده انا بجيب حاجات كل الناس بتشكر فيها وفي الاخر بعمل لكم فيديوهات واقول رايي فيها وتطلع في الاخر وحشه. فانا بصراحه بتمنى ان المكنه دي تكون كويسه، لان انا فعلا محتاجاها جدا، لاني مؤخرا بقيت مهمله جدا في موضوع اهتمامي ببشرتي، فعايزه حاجه تسهل عليا الموضوع. لو انتوا جربتوا الماشين دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات وشجعوني. هي دي الماشين، فيها فرشه، فيها مساج، فيها سكراب، واعتقد دول اسفنج، الاثنين اسفنج. دي سعرها 100 جنيه، وكان عليها خصم 19 جنيه. مش عليها خصم، هو دي اكواد، وانا هسيب لكم الاكواد تحت في الديسكربشن بوكس. لما تيجوا تعملوا تشيك اوت تحطوا الكود، لو انتم مستخدمين حاجه ليها علاقه بالبيوتي بتحطوا الكود وبتاخدوا الخصم اللي انتم عايزينه. هتلاقوا تحت لينك جوه جوميا في حاجه، في مجموعه اكواد كتيره جدا، لما تيجوا تعملوا تشيك اوت تختاروا الكود اللي يناسبكم ويعمل لكم خصم كويس. مش عارف ايه جوه. نشوف البوكس تاني. البوكس ده بقى انا حاسه ان انا هندم ندم فظيع جدا عليه. الحاجه اللي جوه البوكس دي ب 140 جنيه وعليها خصم 28 جنيه بالكود اللي هو كود البيوتي. مش عايزه اندم، مش عايزه اندم. ضمن الحاجات الحلوه جدا في جوميا انه في حاجات بتبقى عليها فري شيبنج لازم يكون عليها كود اسمه جوميا اكسبرس. هحط لكم شكل اللوجو هنا على الشاشه، او هحط لكم في اللينك تحت. تشتروا ب 250 جنيه واكتر منتجات من جوميا اكسبرس، هتجيلكم الحاجه كلها فري شيبنج، مش هتدفعوا ولا جنيه. مش عارفه ايه ده، كرتونه مالها؟ طب هي الكرتونه ما متدمره، بس يعني اهي جوميا جوميا. ايه دي؟ مين دي؟ انا ما طلبتش دي. مكتوب ميك اب براش ست 4 قطع، مين دي؟ طب ما فيش طريقه الواحد يتفاهم معاهم فيها؟
Fermez-la. لا انا اكيد هكلم جوني عشان انا لازم ارجع دي. مش قلت لكم هتصدم؟ ادفع 140 جنيه دي ليه؟ اكيد لا طبعا. ميك اب براش ست، ايوه انا متاكده. خلاص يبقى هم الحاجات دي، الحاجات دي هترجع خلاص. يا خوفي شوف الحاجه اللي بعدها. زي ما قلت ان انا بمشي كتير وبتحرك كتير، فطلبت كوتشي. خايفه انا عماله اقول خايفه اندم وندمت الحمد لله. طيب انا مش عايزه اقطع دي وهم لازقينها، عشان لو عايزه ارجع الشوز مش عارفه اعمل ايه. طيب خلينا نفتح من هنا. اير ووك، هو بس كاتبين انها جرين وايت وانا مش فاكره ان انا اخترتها جرين وايت. لا جرين وايت صح. كوتشي اير ووك جرين وايت واخده ماس. تمام كوتشي. واضح كده انه الحمد لله حظي ما كانش وحش قوي. ما علينا باللخبطه اللي حصلت من الدربكه اللي حواليا. دي كل المشتريات اللي انا اشتريتها من جوميا، واشتريتها طبعا بكود خاص. عايزين توصلوا لحاجه تجيلكم من غير شحن كبير او من غير شحن اصلا، اختاروا المنتجات اللي موجوده على جوميا اكسبرس، وحطوا الاكواد اللي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن بوكس اللينك بتاع اكواد الخاص. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتم ما تكونوش فرحانين فيا في الغلطه اللي انا في اللي حصل ده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم. انا مصدومه، انا مصدومه بجد. بكلم جوميا علشان اقول لهم ان حصل مشكله في الطرد، عشان ارجع الفرشه الشعر اللي جات لي بدل فرش الميك اب. قالوا لي خلي الفرشه عندك وهنديكي فلوس الفرش وتقدري تجيبي فرش تاني. انا مصدومه. مصدومه ان انا عايزه اعيط. انا مصدومه جدا. خلاص يا جماعه كده احنا وي تراست جوميا دلوقتي حالا. نروحوا على جوميا واشتروا كل المنتجات اللي انتوا عايزينها، وما تنسوش تشوفوا لينك الخصومات اللي موجود تحت في الديسكربشن بوكس.